من تشيلي. نتابع التشكيلة فريق ريال مدريد طبعا اللي أمامنا التشكيلة يعني القريبة إلى التشكيلة الأساسية. وهدف في مرمى ديبورتو الاسبوع الاول وهدف في مرمى اسبانيول وهو يواصل التألق. والحارس رينر لسه لم نتحدث عن التشكيلة. وكريستيانو رونالدو احسن لاعب في العالم في عام 2008 وفقا لاستفتاء الاتحاد الدولي وايضا استفتاء الكرة الاوروبية الكرة الذهبية. شوف حضراتكم هنا الاختراق والتزيدة وادي كريستيانو رونالدو يسدد في اول يعني دقيقة من احداث هذه المباراة هدف مبكر في الدقيقة الاولى. شوف الانطلاقة وشوف المهارة والمحاولة هنا من جانب اللاعب كاسادو ولكن الكرة في الشباك واول اهداف المباراة.